صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 20 لسنة 2020 بتعيين وكيل ووكيل مساعد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. جاء فيه المادة الأولى تعين السيد إيمان أحمد حسن الدوسري وكيلا للوزارة لشؤون التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة الثانية يعين الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة وكيلا مساعدا للتجارة المحلية والخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.